احبائي المسيح جعل هذه القاعدة قاعدة ذهبية وصية ايجابية هي اختصار لكل تعليم يسوع المسيح على الجبل كل مبادئ الاخلاقية كلها الواردة في الناموس والانبياء وكان كل الناموس مثل ما بيتكلم في الكتاب المقدس كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك القاعده الذهبيه هي اساس الاعمال الخيريه اعمال الخير والرحمه آه، القاعده الذهبيه من كلام يسوع بتتخطى الحدود السلبيه ليس مجرد امتناع سلبي عن مثلا فعل شيء لكن خطوه ايجابيه انك تعمل شيء لو أطيعت هذه الوصية فعلا كان بت بتكون بركة في كل المجالات لأصبح مرة ثانية علمنا فردوس جميل لأن هذه القاعدة هي قمة تعاليم يسوع المسيح هذه القاعدة الذهبية توصلنا إلى ذروة المجد والفضيلة يكفي ان نقول العزه على الجبل تطبيقها بقوتنا الذاتيه مستحيل لكن بقوه وبقدره الرب يسوع نستطيع ان نطبقها فمثلا المغزى لكل العزه على الجبل كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي هو كامل وايضا يقول المسيح ان لم يزد بركم على الكتب والفرسيين لا تقدروا ان تدخلوا ملكوت السماوات وايضا بيتكلم ان عن المحبة احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم فاذا من يستطيع ان يكون كامل من يستطيع ان يكون بر اكثر من الفريسيين من يستطيع ان يحب محبه الله لكل انسان هذه القاعده فعلا تخدنا الى مستوى عالي جدا من ال الكمال وهذا هو المقياس اللي الرب يسوع المسيح بيطالب أتباعه حتى نصل إلى قمة المبادئ الأخلاقية وفعلا دستور ملكوت السموات بتوصلنا لذروة الفضيلة المجد إلى أمور عظيمة جدا أنه أنت حياتك هي بتكون محبة حياتك بتكون قدوة حياتك بتكون رحمه، حياتك بتكون خير، حياتك بتكون ايجابيه مع الجميع، بتهتم في الجميع باحشاء يسوع المسيح، وهذا اللي بيميز القاعده الذهبيه عن اي تعليم اخر في هذا الوجود. انا بصلي احبائي انه فعلا الرب يفتح اذهاننا وقلوبنا حتى نقدر نستوعب هذا التعليم، ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل